مشاهدينا الأعزاء، أدعوكم إلى متابعة الأجواء التي عاشتها جماهير كرة القدم هنا بإحدى مقاهي دبي، وكيف تفاعل محبو المستديرة مع المباراة النهائية لكأس العالم للأندية في نسختها 13 في اليابان بين النادي الملكي الإسباني ريال مدريد والفريق الياباني كاشيما إنتلرز. نتعرف على رأي الجمهور الرياضي في هذه المنافسة والفريق الأفضل في نظرهم. إذن مشاهدينا، في متابعة هذه المباراة، عصام جمعة نجم الكرة التونسية هنا في المقهى. عصام، إلى حد الآن المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، كيف تشوف المباراة إلى حد الآن 1-1؟ والله شفت تعب في المقابلة، شفنا مع ريال مدريد مسيطر على المقابلة بالرغم من النتيجة الحين 1-1. جت عديد من الفرص ضاعت. الحين معناتها الفريق الياباني هذا معناتها قعد مأمن بحظوظه وعدل النتيجه. ان شاء الله الشوط الثاني نشوف معناتها وجه اخر لريال مدريد، وبالنسبه لي انا مشجع نتاع ريال مدريد ان شاء الله يفوز بالبطوله هذه ان شاء الله. يمكن انا نحب برشلونه وما نحبش الريال تربح. في كل دوره لازم تكون فيها فرق مفاجاه، نتصور انه الفريق الياباني هو المفاجاه نتاع الدوره هذه، لكن ما يمنعش انه الريال يعني فريق ثابت. الحقيقه المباراه كثير حلوه ورائعه، وهي بتليق ببطوله الانديه يعني على المستوى العالمي. طبعا مباراه ماراثونيه وقويه جدا من الفريق الياباني وريال مدريد. طبعا اثبت الفريق انه قوي جدا وند لريال مدريد عكس المتوقع. إذن مشاهدينا، ريال مدريد يفوز بكأس العالم للأندية في اليابان. بالنسبة لي، كيف عشت المباراة هذه؟ وهل أنه ريال مدريد يعني يستحق هذه الكأس؟ يعني بكل صراحة يستاهل هذه الكأس، لأنه فريق معروف يعني بدون تعليق، ولكن فريق يعني المنافس كان يعني أدى مقابلة رجولية يعني. وأنا يعني تمنيت انهزام الريال لأن من مشجعي برشلونة.